خسائر اقتصادية فادحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة والتي تتبع الأسهم الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين بعد الانخفاض الحاد بأسعار الأسهم وسط اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية وتزايد وتيرة العدوان على غزة، حيث قال رئيس أسهم الأسواق الناشئة في شركة ألاينس برنستين سامي سوزوكي، قال إن السوق لا تحب عدم اليقين، ومن الواضح أن هنالك كثيرا من عدم اليقين حاليا. هذا ما قاله سامي سوزوكي. أيضا هنا نأتي لحالة من الخروج بالملايين من قبل صناديق كبرى، حيث سجل صندوق اي شيرز ام اس سي اي اسرائيل تخارج بقيمة اكثر من 2 مليون دولار خلال الفترة من 9 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر تشرين الأول الحالي، مما ترك له أصولا تبلغ أكثر من 111 مليون دولار، وانخفض الصندوق بقيمة 13.1%. أيضا نأتي إلى صندوق آخر خرج يعني سجل عملية خروج من الصندوق الاستثماري في إسرائيل، هنا بلو ستار إسرائيل تكنولوجي سجل عملية تخارج بقيمة قرابة 2 مليون دولار من التدفقات الصافية، وانخفض بنسبة 9% أيضا في الفترة نفسها من 9 إلى 20 أكتوبر. هنا نأتي إلى صندوق آخر وهو ARK Israel Innovation Technology، حيث بلغ أو تبلغ قيمة هذا الصندوق أكثر من 75 مليون دولار، وسجل قيمة تخارج أكثر من 7 ملايين دولار خلال الأسبوعين الماضيين، وتراجع بذلك بنسبة 12.3% في الفترة الزمنية ذاتها. ما زلنا نتحدث عن الفترة بين 9 و20 أكتوبر تشرين أول الحالي. هنا أيضا انخفاض بقيمة الشيكل الإسرائيلي، حيث وصلت قيمته 4 شيكلات مقابل الدولار الواحد منذ عملية طوفان الأقصى. هنا أيضا لدينا تصريح من ستيفن شونفيلد وهو الرئيس التنفيذي لشركة ماركت فيكتور إندكسز، حيث قال أن الأداء تدهور منذ عملية طوفان الأقصى بسبب انخفاض سوق الأسهم والتراجع الكبير في قيمة الشيكل الإسرائيلي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. هنا نأتي أيضا لحالة من إخفاق البنك المركزي الإسرائيلي، حيث لم تفلح جهود البنك المركزي بإعلانه في 9 أكتوبر تشرين أول الجاري عن ضخ ما يصل إلى 30 مليار دولار في الأسواق المحلية لحماية الشيكل، ومع ذلك حدثت هنالك خسائر. نأتي إلى يعني خسائر أيضا أخرى متعلقة بما يحدث بالعملية الأخيرة. هنا أيضا بعد أسبوعين من انطلاق عملية طوفان الأقصى، قدر بنك هب عليم خسارة أو كلفة الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها الحالية مع فصائل المقاومة بنحو 7 مليارات دولار. نأتي إلى نتاج هذه التقديرات الاقتصادية وهذه الخسائر الاقتصادية. لدينا هبوط في بورصة تل أبيب بقيمة أو نسبة 10% بقيمة 29 مليار دولار، وكذلك هبوط قيمة السندات بنسبة تصل إلى 10%. وهنا خسائر مباشرة وغير مباشرة تصل لقيمة 100 مليار دولار.
كذلك تقديرات اقتصادية أخرى على أكثر من قطاع اقتصادي، الأضرار المباشرة في البنية التحتية في دولة الاحتلال الإسرائيلي تقدر بقيمة 4 مليار دولار، وأضرار قطاع السياحة تقدر بقيمة 3.5 مليار دولار، وتوقف إنتاج أو يعني وقف إنتاج الغاز كلف خسائر بقيمة 6 مليارات دولار. أما فيما يتعلق بالعمل في ميناء عسقلان، فتوقف العمل في هذا الميناء كلف حوالي 24 مليار دولار، وفيما يتعلق بتكاليف الحملة العسكرية المباشرة فقد وصلت لنحو 7 مليار دولار حتى الآن.